الوحيد المتنفس الوحيد داخل السجن. حنا كنلعبوا كره دائما، كل نهار ملي كنخرجوا كنلعبوا الكره، لان هو النشاط الوحيد اللي كتخوي فيه الحوايج السلبيين وكتدخل منه واحد الطاقه ايجابيه، وكينسيك بزاف ديال الحوايج داخل الاسوار ديال السجن. الكره بالنسبه لنا شي حاجه اللي زوينه وكنلقاو فيها راحتنا، وهي المتنفس الوحيد تقريبا اللي كنلجؤوا ليه هنا. ندرج هذا النشاط في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للنازل، وهي مناسبة تؤكد المندوبية العامة من خلالها انفتاحها الدائم على المحيط الخارجي، على المجتمع المدني، على فنانين، على لاعبين في مجالات مختلفة لتأهيل النزلاء للإدماج ما بعد الإفراج. خوتنا وصحابنا لظروف ما او لاسباب ما حضروا راهم في السجن، كان يمكن لي نكون انا في بلاصتهم لان ما عرفناش القدر شنو تيكون تيوجد لك. فجينا حنا نقسموا معاهم هذه الاجواء هذه ونفكرهم بان راه حنا معاهم وراه حنا بحالهم وراه ما كاينش فرق، هذه ظروف وازمه وغادي تدوز ان شاء الله. فرحنا بزاف بالحضور ديال المدير ديال السجن ولا الناس اللي سهرانين على السجن. كنتمنى من الله باش اي واحد ما كيتمناش هاد البلاصه، نتمنى من الله هذه بادره طيبه باش نبقاو ديما نحضروا، واللي جا هنا بالغلط ولا ماشي بالغلط نتمنى ما يعاودش يرجع ويعيش ترونكي في الحياه ديالو.